غالي عبد الله محمد جيمي، مدافع عن حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مناضلة من مناضلات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالمناطق المحتلة، عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وعضو لجنة عائلات مجهولي المصير بالأقاليم المحتلة. الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي هي مكون من مكونات المجتمع المدني في المناطق المحتلة، تكونت مؤخرا في سنة يوم 20 سبتمبر 2020 في ظروف جد صعبة، وتحمل اسم كذلك صعب، مما وضعها تحت المراقبة اللصيقة، وأصدرت المحكمة الاحتلال أمر بمراقبة أعضاء المكتب التنفيذي ووضعهم تحت السيطرة والمراقبة، وانعكس هذا كله في غياب يعني وجود مكان للاشتغال إلى ما ذلك، نفس المعوقات التي لدى كل مكونات المجتمع المدني الصحراوي في المناطق المحتلة، عدم توفرهم على مجال أو مكان لتكوين يعني الأعضاء واستقبال الضحايا إلى غير ذلك، تأطيرهم تكوينهم، كل هذا ينعكس على فعل المنظمة. تجربتي مع الاختفاء القصري هي كيف تجربة العديد من الصحراويين والصحراويات، لم نقل كل الشعب الصحراوي، كل دار في الشعب الصحراوي تحت الاحتلال إلا وعانات فرد أو فردين أو أحياناً عائلة بأكملها يعانوا من ظاهرة الاختفاء القصري، واللي قد تمر من مراحل مختلفة، يعني فترات بطف مختلفة، فترة قصيرة ولا متوسطة ولا طويلة، لأنه فيه أشخاص عانوا من هذه الظاهرة لمدة شهور أو أسابيع، في الحين اللي فيه آخرين، والمجموعة الكبيرة اللي فرج عنها المغرب في 91 كانت المدد تتراوح من بين 3 سنوات و7 أشهر مجموعتي إلى 16 سنة من الاختفاء القصري. إذن هاي الظاهرة أو هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب هي اللي خلات الشعب الصحراوي تحت الاحتلال يعيش إرهاب الدولة المغربية بكل يعني تجلياته. أواسط التسعينات بدأت محاكمات منها العسكرية والمدنية بمتهم مفبركة ضد المناضلين، هم أكيد على المغرب يستهدف مناضلين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلين سياسيين، وإذا بهم يواجهوا بتهم من صنف الحق العام، لأنه ما فيه ولا واحد منا قط واجه باتهامات سياسية. هذو الناس اللي خضعت للمحاكمات، الناس الأخرى اللي خاضت من الاختفاء القصري تمضي المدة يعني بدون ما تعرف السبب، يكون من خلال الاستنطاق اللي يكون متمحور علش إن هي علاقة الشخص بجبهة البوليساريو وما هي قدرته على الفعل داخل المناطق المحتلة. من ثم جاء التضييق الاقتصادي، انعدام الشغل، البطالة، هذه المظاهر الثانية الاقتصادية أثرت هي الأخرى بدورها على الشعب الصحراوي تحت الاحتلال، وخلاته يبقى في حيرة من أمره نفسياً وداخلياً. الجميع يرفض الاحتلال وهو ضد الاحتلال، غير ملي للعلن صراحةً، والعلن والفوق هي مجموعة محدودة هي اللي تعبر عن هذا التوجه، وذاك يعطي فرصة للمغرب على أنه يدعم احتلاله ويدعم تواجده، بحكم على الأغلبية الصامتة هي معاه، في الحقيقة هي شيء ثاني. عقب استئناف الحرب 13 نوفمبر 2020 المغرب عدل هجمات استباقية خاصة للأحياء اللي كانت معروفة بالانتفاضة، انتفاضة الاستقلال، وهجم على ذيك العائلات اللي أبنائها كانوا فاعلين في الانتفاضة، وعاد أي حد يتم اعتقاله المحكومية من خلال
من خلال المحاكمات تعود مدتها طويلة، عاد يحكم بعشرين سنة بخمستعشر سنة من الاعتقال، بالإضافة إلى مواصلته لسياسة تجويع الصحراويين وتفقيرهم ومنع عنهم وقفل عنهم كل الطرق اللي تؤديهم إلى تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم اقتصادية. أعتقد على العوامل اللي تدعين ما هي قاعدة أنا وحدي، أعتقد على كل واحد ماشي في هذا المجال إلا وفرصة للأمل عنده كبيرة، ونشوف على هذه القضية اللي عندنا إحنا ترسانة قانونية مأيدتنا في مطلبنا. وضعية الصحراء الغربية هي وضعية إقليم غير مستقل، وفيه اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار اللي دائما تتناول هذه القضية، رغم أن الآفاق والصعوبات كثيرة، إلا أنه هذا الحجم القانوني اللي يأكدنا في عدالة، يأكدنا على عدالة هذه القضية، وعلن فيه شعب ضحى بأرواحه ومشى قاس اللجوء ومجموعة منه شردت في هذا العالم الثاني لظرف أو لآخر، قوافل الشهداء، المئات من مجهول المصير، كل هذه العناصر تكاملت واستمدينا احنا منها القوة، علنا لازم نوقف مع قضيتنا ومع شعبنا، وانتم مواصلين في نسلط الضوء عليه، ولا ما حضرنا احنا في الاستقلال أكيد علنهم الأجيال القادمة تدور تبلغ هذا المطلب وهذا الهدف.